اكسبرسيون ارتستيك وكنمشي كندير لا فورماسيون تياترال في لي بيتي باتلي. ومن اي قانون كيتعلق بالمراه في المغرب في التاريخ ديال النضال من اجل حقوق المراه اي موضوع ترتيه كيردوه للدين كيردوه عنده علاقه بالدين. كاين بزاف الحاجات اللي اجتهد فيها المشرع المغربي اجتهد فيها ولو انها كانت في الدين اجتهد فيها ولقى لها حلول. دونك الدين من نهار بدا الدين دابا ما هوش جامد، كاين بزاف الحاجات اللي كيتبدلوا، ماشي كيتبدلوا ولكن كيتادابطاو للوقت كيتادابطاو لاشنو بغى هذا المجتمع. ما غاديش نجيو لواحد المساله ونقولوا لا هذه قال فيها الدين وكفى، ياك؟ دونك كاين بزاف الحاجات اللي ممكن يتادابطاو. انا ما باغاش ندخل في واحد الجدال واحد النقاش ديني لانني انا ما عنديش كفاءه في هذا المجال باش نهضر فيه، ولكن انا كامراه كنقول بان بزاف الحوايج حنا مظلومين فيهم، بزاف الحوايج المراه وي كتظلم فيهم بهذه العباره، ما لقيتش عباره اخرى باش نقولها. المراه كتظلم في المجتمع والطفل كيتظلم اكثر، المشكل هو ان الطفل كيتظلم اكثر. دونك حال الوقت باش هاد القوانين يتبدلوا يتعاد فيهم النظر. وكاين قوانين اللي حصلت على المراه وكما تفعلاتش، بقات حبيسه الدفاتر وحبيسه الورق والحبر، دونك خاصها تفعل. طبعا ما يمكن الا نكون فرحانه بهذا النجاح، فرحانه اننا قدرنا نديروا 5 سنوات 5 اجزاء والمشاهد المغربي تبع هاد 5 الاجزاء، فهذا ربح كبير، ربح اننا ما متعودينش في المغرب اننا نديروا اجزاء. سلامات حقق هذا الحلم. كان عندنا سلسله حديدان هي اللي كانت دارت اجزاء، ولكن هذيك السلسله ماشي مسلسل. دونك سلامات نجح في هذا في تحقيق هذه المعادله اللي بغيتي تقول. فرحانه بزاف اننا سالينا في واحد الجزء قوي، دونك ما كانش اون شوت، كان الجزء قوي سالينا فيه، يعني سالينا وحنا الفوق الحمد لله. كان تجاوب كبير مع المسلسل. انا شخصيا بزاف ديال النساء مصابات بمرض السرطان يوميا كيصيفطوا لي رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، فرحانين بالعمل يوميا. زعما كانوا البعض اللي كان بحال تحبط لان لطيفه ماتت، وانا دوزت واحد الميساج ونبغي نعاود ندوزو، هو ان لطيفه ماشي المرض اللي قتلها، لطيفه اللي قتلها هو المشاكل. فاي واحد مريض اي وحده مريضه كنقول لها تكون انانيه ويكون اناني ويفكر غير في راسه وفي المرض ديالو، لان ماشي المرض دائما اللي كيقتل بل المشاكل والصراعات النفسيه اللي كتقتل. حد الان كاين طابوهات اللي كيجعل انه ما كنعبروش بالقوه والصراحه الضروريه على القضايا الخطيره اللي كاينه في المجتمع. وانا عجبني الحال بزاف اللي نسمع هاد الفنانات اللي حاملين هاد الرسائل ديالنا واللي كيتكلموا على الامور يعني بالتلقائيه وبالحقيقه ديالهم. كاين قضايا مؤلمه داخل المجتمع والقانون كيتجاهلها، القانون كيعتبر واحد عنده واحد الرؤيه نمطيه ديال المجتمع فيها الحلال والحرام، فيها هذه متزوجه هذه ما متزوجاش، فيها الطفل في الزواج الطفل خارج الزواج، فيها بعض الامور اللي هي ما صالحاش مع المجتمع في التنوع ديالو في التطور ديالو في الاوضاع الخطيره والمتعدده اللي هي موجوده في المجتمع. اذا بالتالي انا جد سعيده لانه المطالب ديالنا ولانه القضايا اللي بغينا نثيروا لها الانتباه الحمد لله اصبحت مرفوعه من طرف الناس اللي داخلين في قلوب الناس واللي عارفين الواقع واللي مشاو يعني اللي كيف ما تقال في ندوه صحفيه، الناس اللي مشاو للدواور مشاو يعني لكل المناطق ديال المغرب وعارفين الواقع المر اللي كيعيشوه النساء واللي كيعيشوه الاطفال في المجتمع. اذا لابد باش يكون تغيير القانون، ولابد الا بغينا المغرب يتقدم كما جاء في الخطاب ديال الملك ديال العرش، مستحيل المجتمع يتقدم بدون ما نصلحوا هذه القضايا المجتمعيه ونصفوا النساء ونصفوا يعني كل مكونات المجتمع.